حصلت مملكة البحرين اليوم على جائزة عالمية من الاتحاد الدولي للاتصالات عن أفضل مستوى متطور في مجال مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حازت المملكة على المرتبة الأولى عربيا والسابعة 27 على المستوى الدولي. وقد تسلمت البحرين هذه الجائزة ضمن آخر تقرير دولي ورد في فعاليات الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنعقدة في مدينة هيروشيما باليابان. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير الاتصالات والمواصلات. مساء الخير سعادة الوزير. مساء الخير. إذن هي ثاني جائزة دولية في وقت قصير تحصل عليها مملكة البحرين بعد حصول صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة. ما أهمية حصول البحرين على مثل هذه الجوائز؟ في البداية أحب أشكر الاتصال وأتخذ هذه المناسبة أني أتقدم تهاني للقيادة الرشيدة متمثلة في صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد. ما في شك أن هذا احتراف كبير من الاتحاد الدولي للاتصالات بما قامت به البحرين من مبادرات ومشاريع تطويرية في قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية. مثل ما قلت سي، الجوائز الحمد لله في قطاع الاتصالات والمعلومات قاعدة تزيد، وهذا دليل أن جميع الخطط الحكومية والسياسات اللي تم اتخاذها في السابق كانت ناجحة وأدت إلى اليوم عندنا قطاع اتصالات الحمد لله في منافسة وفي خدمات على أعلى المستويات، ويعني يعترف فيه ويحصل على جوائز من أكبر المنظمات الدولية. طبعا تفضل سعادة الوزير. طبعا ما في شك أن هذا الفوز والإنجاز، يعني أن نكون الأول عربيا و27 العالم، أن يخصون البحرين خلال مؤتمر اللي عقد أمس في هيروشيما بثلاث جوائز عالمية، واحدة منهم للبحرين باعتبارها من أكثر الدول اللي تقدمت وتطورت في مؤشرات الأداء الدولية، وهذا كله مقارنة ب يعني أكثر من 193 دولة مشاركة في الاتحاد الدولي للاتصالات. فهذا يعطينا تحدي أكبر أن احنا علينا خلال السنين القادمة والأيام القادمة أن احنا نرفع مستوانا وأيضا ننفذ خطة جديدة ونضع استراتيجيات جديدة وننفذ مبادرات تخلينا نحافظ ونكون أفضل من ما حققناه في السنوات السابقة، وهذا بالفعل ما نقوم فيه في القطاع تعاون وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم سوق الاتصالات وجميع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات. لابد أنها كلها تجتمع مع بعض وتعمل مع بعض لتقديم خدمات متطورة وبأسعار مناسبة للجميع. فالحمد لله احنا نعم سعادة الوزير، مثل ما تفضلت أن هذه الجائزة هي اعتراف دولي يفرض تحدي أكبر عليكم، هل لك أن تحدثنا عن أبرز الخطط التطويرية في هذا المجال؟ احنا حاليا يعني نعكف على اعداد الخطه الوطنيه الرابعه للاتصالات، وهو في قانون الاتصالات البحريني اللي يعني يقول ان وزير الاتصالات والمواصلات لابد انه هو يعرض خطه كل ثلاث سنوات تبين كيف نرى ونطور القطاع خلال السنوات الثلاث القادمه. فاحنا اليوم في المراحل النهائيه من اعداد هذه الخطه، وان شاء الله راح تعرض على مجلس الوزراء قريبا وتنشر للجميع، وبتكون هي الخطة اللي تبين أهدافنا للمرحلة القادمة، أهداف واضحة، مؤشرات واضحة، إن شاء الله من خلالها نقدر أيضا نكون في المقدمة باستمرار وفي أيضا مراكز متقدمة أكثر. نعم سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.